الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أمير المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون، يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم فيما قال أو كما قال. Zahvalnosti pripadaju Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova. Neizmjerne salavate i salame šaljemo na Muhammeda alejhi selam, na njegovu časnu i čestitu porodicu, na njegove vrijedne ashabe i na sve one koji su vjerovali i one koji vjeruju sve do sudnjega dana. Svjedočim i vjerujem i očitujem da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu, svjedočim i vjerujem da je Muhammed alejhisselam njegov rob i njegov poslanik. Draga braćo, cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danas je 3. avgust 2018. godina po rođenju Isa alejhisselam, odnosno 20.